خليني وابعد لبعيد في كرهك كل يوم نزيد قلبي منك صار حديد كفاية اللي جرالي أنا من حبك مليت غلطة ورا غلطة عديت تعبت أنا منك وعيت ونار على حالي خليني وابعد لبعيد في كرهك كل يوم نزيد قلبي منك صار حديد غلطة ورا غلطة عديت تعبت أنا منك وعيت ونار على حالي من الليلة يلا يا حبيبي تعود نسياني بالعشرة نبصم في حياتك ما عادت وترجع لي باكي ندمة زايد نحكي عاللي فات اللي بيني وبينك مات مدة من عمري لو تفرش لي طريق وروق ظلمك ليا ما له حدود نحلف والله لك ما نعود ولا ليك نولي زايد نحكي عاللي فات اللي بيني وبينك مات مدة من عمري ومشات فنيت معك صغري لو تفرش لي طريق وروق ظلمك ليا ما له حدود نحلف والله لك ما نعود ولا ليك نولي من الليلة يلا يا حبيبي تعود نسياني بالعشرة نبصم في حياتك ما حياتك ما تتراني يجيك نهار ترجع لي باكي ندمة بعد التوقف مواصلين استضافتنا وفقرات برنامجنا وفقرة التغذية مع الدكتور عبد المجيد عبيد المختص في التغذية كما قلت لكم اليوم باش نحكيو على كل ما يهم المعدة بتاعنا والجهاز الهضمي صباح الورد دكتور اهلا وسهلا واهلا بالمشاهدين خذيت شويه من وقتك دكتور سامحني جبتك بكري شويه اما وقت راه وانت ندلوا عليك بالطبيعه دكتور ربي يخليك حاضر معنا بالطبيعه باش تقدم لنا المعلومه الصحيحه وتخلينا ردوا بالنا كالعاده بالنصائح نتاعك الهايله على الجهاز الهضمي ومن دراك ايوه الجهاز الهضمي هو معناتها لازم نفهم انا راهي التغذيه قدامها هالجهاز الهضمي اللي هو مش عنده وظائف وعنده خدمه وعنده برشا برشا خدمه مش يقوم بها يلزم نعاونوه هالجهاز الهضمي خاطر كان ما نعاونوهش يتقلق يتعب ما ينجمش تكثر عليه ولذا برشا برشا حاجات اللي نجم الانسان يجيب القلق لروحه معناتها اذا كان راهو الجهاز الهضمي متقلق
راهو احنا اللي قلقناه مش هو المتقى هو مش هو مش مريض بيه؟ المرض احنا اللي جبناه واحنا اللي قلقناه. يا لطيف احنا ديما قلقوا فيه، كيفاش ما قلقوش ما نتعبوش؟ لازمنا نعاونوه والله بالحق دكتور، هو لازم واحد الحمد لله على نعمه الصحه وحمد لله بالحق على على برشا حاجات. اليوم وقت واحد انسان معدته لباس وهو في صحه جيده، ومع جائحه كورونا يذولي عرات علينا برشا حاجات، الف حمد والف شكر على النعمه اللي احنا فيها. خاطر انسان معناتها ضعيف برشا، اقل حاجه تاثر فيه. انا دكتور زرستي عملت فيا البارح بالكليماتيزر صاية توجع فيا، ما هذا الانسان ضعيف برشا برشا. يعني احنا سبب نتاع القلق والامراض احنا سبب. دكتور شنو نعملوا باش ما نقلقوش؟ احنا الجهاز الهضمي، انا نحب قبل كل شيء تفهموا شنو هو الجهاز الهضمي. شوف فما ثلاث مراحل في الجهاز الهضمي. المرحله الاولى هي الفم، والهضم نتاع الفم اللي فيه لعاب وكل شيء. شوف معناتها شو معناتها علاش نتكلم الفم؟ راهو كي ناكلوا ناكلوا بالشويه، السرعه لا. هذيك مشكلتنا دكتور، السرعة والتلفزة والتليفون ومخنا مشوش، ما احناش مهتمين بهالوظيفة الكبيرة اللي مش نقوموا بها. الفم راهو نعطيه وقت طويل باش الفم يقوم بالمهام نتاعو. الهضم الاول هو اكل لعاب، الماكله كلها مع السنين والزروس معناتها يترحاو يتبلوا ويبدا عمليه الهضم تبدا غادي. كان ما نعديوهاش ونعديو نجري راك مش نتقلقوا من بعد، لان فما وظيفه نقزناها. نعم نردوا بالنا نعطيو للفم مكانته ووقته. لها العمليه الاولى هذه نتاع رحيان الماكله باللعاب تولي طريه. بعد تهبط للمعده، المعده عندها سوائل وعندها زادة حركه كبيره باش ترحي وترجعوا جاري مية. هنا الكميه عندها قيمه، مش عاد انت تعبي برشا الكميه. شوف العمليه الاولى نتاع السرعه، العمليه الثانيه نتاع الكميه، لازمك تعرف السرعه لا، الكميه ما تكونش كبيره، ما تغلبش المعده بالكميات اللي تصبهم، في العقل بشويه بشويه. العمليه الاخرى بعد المعده هو هيك المصرانه الجيده اللي هي عند عمليه الامتصاص. عمليه الامتصاص بعد عمليه الامتصاص في المصرانه الجيده الفاضل يمشي للمصرانه الغليظه. ناخذ مكالمه هاتفيه دكتور. معانا رباب من سوسه، اهلا وسهلا صباح الورد. عسلامة صباح الخير. مرحبا بك اختي رباب، شنو التساؤل نتاعك للدكتور عبد المجيد عبيد؟ عايشك والله. حبيت نسال على بنتي عمرها 6 سنين. أي. حبيت نسال، هي مشكله عندها ضعيفه برشا معناتها. اي. اضعف من اللي يقراوا معاها التلامذه. وهذه مشكله قلقتها وقلقتني يعني زاده. حبيت نعرف معناتها شنو نجم نعملها معناتها في التغذيه نتاعها، شنو تجم بالنسبه للتغذيه. بالنسبه للتغذيه نتاعها الحاجه الاولى هو يزمك تعطيها جزء لها التغذيه على 6 مرات، 3 معناتها وجبات، وما بين الوجبه والوجبه فما هيك اللمجه. انت كي تقسم لها هي تاكل خير من اللي تعطيها دفعه واحده. هي مادام ضعيفه معناتها الكمية اللي توصل لها للدم واللي هي مشي تكبرها وكل شيء ناقصة. باش تكون احنا نجم نوصل للكمية الكافية هو نعمل 6 وجبات، وما بين الوجبة والوجبة معناتها اللمجة. والأوقات نحافظ على الأوقات، مش تقعد وقت طويل ما كليتش وبعد كليت التأخير ونهار حد مثال، مش تاكل مرة تقوم مأخر والحداش. نحافظوا على الاوقات نتاع الوجبات والنوعيه زاده نتاع الوجبه زاده. أيوة. دكتور اذا حافظنا على الاوقات ناخذ النوعيه تو. النوعيه عندها قيمه كبيره، النوعيه اللي مش تعمل عليها انت فما برشا نوعيات باهيه. احنا ناخذ البسيسه وانواعها، حاجه باهيه برشا. والبسيسه في الصباح كي تكون جاريه بالماء وبنينه وباهيه وفيها الفاكهه وهي مفوحه برشا حاجات، وحتى جارية بالماء تنجم تاكلها معها كعبة تمر معها شوية فاكهة. دونك عمل على البسيسة اللي هي وجبة باهية برشا مع الحليب والياغورت والجبن اللي هو جبن الأبيض كيما القوتا. هذوما تنجم تعطيهم لها في الصباح وبشوية بشوية تقوم بكري وتقعد وقت طويل. بعد فطور الصباح هيك اللمجة لازمة بعد في العشرة تعطيها. شوف شنو اللمجة، تنجم تكون غالة ياغورت، تنجم تكون حتى قد ما خبز ومعها شوية تن ولا شوية معناتها دجاج ولا حاجة. ومن بعد الفطور نتاعها تقسمه لها هيك الوجبة الأولى اللي هي سلاطة والخضار والخضار الطايبة، وبعد عندك الروز والكسي والمقرونة بشوية بشوية. إذا كان هي معناتها ما تحبش تاكل برشا ما يسالش،
راهو في الوجبه الاخرى مش تزيدها، واللمجات نتاعها تقويهم. حاجه اللي تجم تعمل عليها برشا هي البسيسه والفاكهه هذوما والتمر والزبيب. الحاجه زادة اللي هي ماهيش حمراء، معناتها هيك الحاجه الزعرة، عندك المسفوف فيه فيه الزبيب وفيه الفاكهه، عندك الروز ابيض في وسط الفاكهه، في وسط اللوز، في وسط الزبيب، هذا الكل يحبوه الاطفال. وتعاود تكفى تحاول تنوع لها شويه شويه كما قال لك الدكتور، وتقسم وتقسم الاكلات نتاعها. باهي نمشي مكلمه هاتفيه اخرى. الو صباح النور. الو عسلامه. عسلامه مرحبا. مرحبا بك ام اسماء من جابس، مرحبا اختي. وبك عايشك بربي. حبيتنا نستشير الدكتور في حاجه على بنتي في الماكله. اي تفضل. اني بنتي ما تبغيليش تاكل الماكله خلاص. قد ايه عمرها؟ كانت سوائل. عمرها عامين. عامين. تبغي كانت سوائل، يا اما حليب ويا غرس ولا عصير، المهم حاجه في البيبرون، فهمت؟ كيف نعطيها اني حاجه ونغصبها في حاجه ترجعها. دوب ما تدخل من عندها مثلا نعطيها شويه خضره وقراع وشويه معاهم كشكتي هكا مش اسمع. اول ما تحطها في المعده نتاعها تقول ترجع، اما اعطاها السوائل تبغي الحليب تبغي تشرب للمي برشا، ضربه ضربتين ماما اعطيني بواب هو ديما تشرب المي. اما الماكله ما تحبش تاكل خلاص، بعتها خبز بشويه حليب ولا حاجه دوب ما يدخل معدتها ترجع طول، ما تحبش كان السوائل، تحب كان السوائل. ما تقبلش معناتها حاجات سوليد دكتور. ما نجمش تتعود. وين نزلت في الاول؟ اسمع، الحاجه الاولى هو انك وقت تجي تعطيها انت اكله ثانويه، خاطر هي عندها مازلنا في الحليب وكل شيء، اما اذا كان مش نعطيها اكله يلزمها تكون جيعانه، مش تعطيها لها وهي شبعانه بالحليب، مش تاخذها لك. نقص لها لي بيبرون. تنقص من الحليب، تنقص من لي بيبرون، وتخليها تجوع وقتها هي الوقت اللي مش تعطيهولها تعمل معناتها شويه خضره كيما القرع كيما السفناريا. عندك السفناريا والقرع باهين برشا، القرع الاحمر والسفناريا، وهي اكله باهيه وانت معناتها تفوحها شويه، وحتى هيك النكهه نتاع نعناع شايح معناتها باش تاخذ المذاق هذاك، ولا تعمل حاجه معناتها تعطيها مذاق معناتها الكميه هذيا تعطيها لها وقت اللي تكون جيعانه، ما تعطيلهاش وهي شبعانه بالحليب. نقص لها الحليب وحط لها هذيا الخضار هذيا. معناتها تجم معناتها فما حاجه زاده تجم تعطيها لها هكا مادام يعمرها عامين. فما الكريمه اللي نقولوا كريمه نتاع روز. نطيب الروز بالقدا بالقدا حتى لين يتحل. ويبدا معناتها محلول، وتنجم تشد كعبه معناتها التمر ترحيها مليح وتحطها. باش ما تحليوش بالسكر، تحليو بالتمر. اي صغير ما تعودوش بالمذاقات تاع السكر وبتاع الملح وكل. هذه اكله باهيه هنا ان الروز يتحل بالحليب ويولي ياكل الكريمه هذيك، هذيك نجم نعملوا عليها. يعطيك الصحة دكتور. هو الحقيقة برشا مكالمات هاتفية، ظلي الموضوع ما زلنا باش نرجعوا له على خاطر مهم برشا. نختم بمكالمة هاتفية معانا من عند رام، نقولوا ألو صباح الورد. ألو أخير. صباح النور يا آمنة، مرحبا بك. صباح عايشك. بربي انا عندي ولدي عمره 10 سنين. اي. وزنه 20 كيلو، ما فهمتش ما يحبش ياكل بالبرشا، معناتها كي نحط له كونز ماكله كونتيتي ما يكملهاش، ياكل شويه برك. اي. باهي. وضعيف ضعيف برشا، هو ضعيف ضعيف. باهي انت هنا مش شوف الضعف ميسالش راهو. انا خاطر نلقى برشا امهات يحبوا اطفالهم سمان وياكلوهم برشا، والكميه اللي تعطيها له برشا تنجم تكون ياسر عليه، اما مش تعمل على حاجات مادام هو في طور النمو، انت مش تعمل على الحاجات اللي فيها البروتينات اللي هي تزيده في الطول نتاعو حتى يطويل، وهو ضعيف ما يسالش. مش نقولهم لك انا شنو الحاجات. عندنا من البروتينات من الزلاليات اللي هي تكبر وتطول وكل شيء، عندنا اللي هي نباتيه، عندك العدس والحمص والفول، كي يكونوا مرحيين مليح وطيبين مليح هذوما بهين برشا تنجم تعمل، وهما موجودين في البسيسه زاده. عنده ينجم ياكل البسيسه اللي فيهم الحمص والفول والعدس، وتكثر له من العدس برشا مرات. الحاجه الثانيه الزلاليات الاخرين اللي هما بروتينات، هما معناتها الدجاج والعظمه كل يوم كعب عظم، العظمه باهيه برشا، والاخر الدجاج حوت طرف الحم، هذم هما اللي تعمل عليهم. اما حتى كان ماكلاش برشا كسكسي وروز ومقرونه ما يسالش، خليه ضعيف خليه طويل.
يعطيك الصحة دكتور، شكرا لك. باه دكتور الحقيقة الوقت تبارك الله معك وبرشا مكالمات فيها، نحب تعطينا نصيحة لكنه الموضوع ما زلنا باش نوصلوا الأسبوع الجاي على خاطره مهم للغاية معاك إن شاء الله الأربعاء الجاية في نفس التوقيت إن شاء الله بقدرة ربي نعاودوا، ما زلنا باش نحكيوا على جهاز الهضمي على خاطر برشا 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 قلق فيه. شنو أبرز النصائح اليوم تنجم تقدمها لنا خاصة وإحنا توا الدنيا بدات تسخن ونعرف برشا هكا قلق وناكلوا برشا الأكلات السريعة توا الحقيقة؟ بصيت يقول لك نقص ما نحبش ناكل. النصائح للجهاز الهضمي، اول حاجه كما قلت لكم السرعه لا، معناتها لازم ناكلوا ببطء وبشويه بشويه. حاجه ثانيه تقسيم الغذاء الى معناتها ثلاثه وجبات الاساسيه، وحتى ما بين وجبه والوجبه ناكلوا حاجه، ماذا بيك تقسم، ما تعطيش للجهاز الهضمي دفعه واحده يسرع عليه يتقلق ما ينجمش يهضمها الى اخره. سياسه المراحل سياسة المراحل بالكدا بشوية بشوية. الحاجة الثالثة هو الحاجة الماء، وين ما يدخل الماء وك السوائل هي الباهية على خاطر قدامنا صيف ونحبوا برشا ماء، وإذا كان ماكلتنا فيها الماء وجارية تسهيل عملية الهضم، مش كيما حاجة يابسة وهي شايحة وكل شيء. ما لا نكثروا المياه وما ننساوش اللي المياه نتاعنا موجودة في الخضر نتاعنا اللي معبية 70% ماء، معناتها الطماطم معبي بالماء، البصل معبي بالماء، القرع معبي بالماء، سورتو باهي برشا الخضر هذوما نعملوا على كل شيء الفقوس وهذم الكل الماء. هو أساس تحسين الحاجات اللي شكرا لك دكتور عبد المجيد عبيد على المعلومات القيمة، على تخصيصك زادة من وقتك لينا، شكرا لك. موعدنا إن شاء الله الأسبوع الجاي باش تزيد تعطينا أكثر تفاصيل على الجهاز الهضمي. احنا باش نمشيو بحض الشيف أسمى، شوفوها وين وصلت في الدبارة متاعنا اللي زادة بنينة برشا وهكا بتيت كونتيتي، معناتها عمل لكم حاجة ياسر بنينة، وبعدها إن شاء الله باش تلقاو إيمان الصيد وضيوفها من خلال الفقرة الثقافية. يعيشك موني ورجعنا لكم. طبعا هي تشد شويه اليد المرحله هذه، هو يلزم تنظموا فيها افكاركم كل حاجه، شنو الفحص اللي باش تعملوه لها باش الدنيا ما تحوسش وباش تعطيو حاجه مزينه وسورتو نظيفه، معناها خاصه كي تبدا حايس وتقول يا يشد اليد ويا يد، هو سي فغي يشد اليد باش ما نكذبش عليكم. هو يلزم انا ديما نقول على نهايرين، نهاير نحضر فيه لي بات نتاعي ونهاير نحضر فيه لي فحص، والا كي بقى لي وقت من مثلا وقت اللي لي بات في الفور ولا حاجه اونتروتون وقتها انا نكون قاعده نحضر في لي فارس، نحضر الدجاج، نحضر اللحم، نحضر الحاجات اللي سامحوني تصبر الطن بيان سور ماهوش حاجه تستحق انه تتحضر. هوني كيما تراو فم برشا معون، فم برشا انا خاطر نزرب، كونوا انتم منظمين اكثر مني شويه، حاولت انهم يكونوا منظمين ماكسيموم. باهي هوني عندي البيتزا نتاع البارح اللي بيتناها في الفريجيدير، وتنجموا كيف كيف تخرجوها من الكونجيلاتور كيف كيف. شوفوا هما حاجتين، كان باش تبيتوها ليله بيتوها شايحه من غدوه حطوا لها الصوص، وكان باش تبيتوها في الكونجيلاتور تنجموا تبيتوها بالصوص نتاعها. كيفاش؟ تحطوها من الاول تطيب بالصوص تشيح شويه، من بعد تبرد وتخبيهم، بعد تخرجوها تتحل شويه، جوست تحطوا لها تسخنوا الفور وتطفيوه، تحطوا لها جبن تدخلوها تسخن في الفور يذوب الجبن، وبعد تخرجوا تحطوا الطن، الطن ما نحطوهش بيان سور في الفور. هوني صوص طماط كالعاده، هي طماطم قشرناها قشرناها صمتناها شويه قشرناها عصرناها ورحيناها، وكما نجموا في البيتزا حتى كي رحيناها بقشورها ما يقلقش. من بعد قليناها في شويه زيت ملح فلفل اكحل وشويه زعتر او حبق فقط، باش تجيو تعبيو لك عباد هكا بالكدا. من بعد في الفور راهو شويه بركه جوست تشيح الصوص، ما تخليوهاش شايحه برشا من الصوص، ما نحبش انا كعبه البيتزا تبدا شايحه تحسها ما نعرفش انا تقول بيتها ثلاثة ايام عندها، لا ميسياش شخشخها شويه باش قد ما باش تشيح من بعد في الفور تبقى شبابه هكا. شوفوا محلاه المرحله خاصه اذا كانك تحل الكونجيلاتور وتخرج عباد بيتزا حاضرين في ساعه في ساعه، يجي حداك حد طيب سوب تزيد معاه مثلا شويه لحم مصلي ولا دجاج مصلي في الفور، تزيد معاه كعبات بيتزا وكعبات بطبوط كانك مشيت شريتهم وانت شيخ هكا ضيفت، والا حتى ليكم انتم العشيه يخطر لك ما طيبش كعبات سليم مع شويه سيترونات توا في الصيف صحن دلاع وشويه غله تكفي، معناها يظهر لي باهي. هوني باش نعمل كعبات صوص طومات وطن، والكعبات الاخرين باش نعملهم صوص بلونش اللي هي شنيه، هي كريم فريش ليكيد و ايباس، خلطهم الزوز مع بعضهم والا ايباس هكا هاو كيما تحبوا، باش نحطهم هكا كثروا زاده خاطر تشيحه. هوني المغرفه فيها شويه صوص ما فما حتى مشكله هكا هكا
حبيبها باش تبدا مزيانه. من بعد كعبات صوص بلونش، هنا نجمو نطيبو صوص بلون، نخليو الكعبات يطيبو، وكي نخرجو نحطو كروفيت، نحطو سومون، نحطو كل القدير وقدرو. معناتها تنجمو تحطو أي نوع متاع فرويد مير وتحطوه في القام متاع السالي فرويد مير. ها هي هكا فيهم الكل. باهي، ومن بعد شنو اللي نعمل؟ ناخو شوية من البولي اللي حضرناه، والصوص بلونش كل وحدة نحطو فوقها طريف أو زوز دجاج هكا باش يلصق فيه كيف يطيب. ياسر شباب تطراوهم بعد ما حلاها المنظر متاعو، ونكمل هكا. هذا هو، هزوه حتى بالبصل زاد يشبب ميسالش، باللي باش يتهز خليه يتهز هكا. هذوما كعبات ال ال البيتزا، عملوا عليهم شويه جو، تنجموا تعملوا كعبات الفلفل، حاسيلو من بعد نكملوهم هكا باش نحطهم لهنا باش نكملهم من بعد ندخلهم للفور. به نتعدي واش عندنا؟ عندنا كعبه البطبوط، هذايا اللي بالسلطه المشويه، تحلوها شويه تحطوا فيها من غير فسلطه مشويه، سلطه مشويه تستقطرها مليح قبل ما تحطوا لها الزيت باش ما تبللكمش الخبز نتاع البطبوط. راهو ماهوش شباب كي يبدا عبد ياكل في السالي هو ديجا مبلول، وتحطوا شويه تون، تحطوا شويه زيتون اكحل، وشويه فلفل برع بيد اللي ناقصوني، شويه حموريه خاطر عندنا الفيرجور عندنا حاجه كحله، وعندنا شويه اللون نتاع التون ناقص كان احموري. تا هيك شوفوا صغيرونه ما شبها. وهوني عندي كعبة البولي، حطيت فيها شوية كرنب أخضر، تقصوها تريفات صغار، ها هو يعطي شوية كل الكولور مزيان متاع الكرنب سبحان الله، وشوية بولي. هذا في الكعبة المستطيلة باش نفرقوا اللي يحب ياكل التون ياكل، واللي يحب ياكل الدجاج. هوني نجمو فما إضافة تنجمو تزيدوها في البولي، تنجمو تدهنو بشوية مايونيز وهريسة اللي يحبها، ولا وني أنا ما نحبش المايونيز والهريسة. باهي، أش بقى؟ هذوما كعبات البطبوط باش نكملهم. هذه القلاية اللي شويت فيها اللحم نتاع الهمبرغر، اللحم المفروم، شنو باش نعملولها؟ قول القلاية شنو باش نستحقوها؟ هذايا باش نشد الخبزات، شوفوهم هذوما بعد ما باتوا دخلتهم في فرن سخون قعدوا كانهم طابوا توا، هذوما كانهم طابوا توا، هذوما الخبيزات باش تكون خدمتكم نظيفه، تشدوا هكا بلونش ولا بلاتو ولا اي حكايه، تحطوا كل نص بحذاه الخطا نتاعو باش ما تدخلوش بعضكم، كل نص باش من بعد تالي يغطيه خاطر ينجم يكون ماهوش نفس الكبر، من بعد تبدا الكعبه ديفازي، ومن بعد باش نشدوهم بيان سور بالحاجه بالكوردون والا بالليكوردون الحاضرين هذوكم اكل نزينوا بهم لي سالي. الزيت هذا شنو اللي باش نعمل فيه؟ باش نحط فيه شويه موتارد. هنا العمليه اختياريه راهو، وباش نقلب الوجه نتاع الهمبرغر نعملها في الكعبه الكبيره، ندهنها بالموتارد ونحطها على وجهها في الزيت هذا، ندهنها من هنا بالموتارد ونعملها هنا على وجهها ونخليها تتشوي شويه وتاخذ اك الزيت، نعملها هكا 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 ونحيها كانكم كليتوا كعبه همبرغر حقانيه البرا. من بعد شنو اللي باش نعمل لهنا؟ باش نعمل طبقه بطبقه. اش عندي؟ عندي مثلا شويه طمطومه، عندي اللحمه هاهي، نبداو ديما باللحمه قبل ساعه، باش نحط شويه من الكريم فريش، تنجموا تحطوا مايونيز كيما تحبوا، انا باش نحط كريم فريش، نوريكم كعبه بركه. نحطوا اللحمه، من بعد طول فوقها نحطوا الجبن، الشرايح هذه نقصوها على اربعه، من بعد باش ناخذوا شويه خس، بيان سور كي نقولوا همبرغر نقولوا خس، باش ناخذوا شويه خس هكايا، شويه طمطومه، ونشدوهم الكل بكعبه كوردون هكا. انا طمطومه باش نحطها من الفوق، نسيتي باش تبدا سهله في الماكله تبداش تزلفت هكا، وننزل. هذه كعبه الهمبرغر نتاعنا، شوفوا محلاها صغيرونا سواغي مزيانه. بوشي هذوما هما كيما قلنا نسميهم اميوز بوش كيما تحبوا انتوما. باش الكعبات الطويل باش نعملهم بال هذوما، باش نعملهم بالبولي باني. خذيت سكالوب قصيته تريفات صغار، فواحد ملح فلفل اكحل كليل وزعتر، شويه ثوم شايح، وشويه شوش ورد، غطسته في الفرينه من بعد في العظم، من بعد في الخبز المرحي اللي هو شابلور، وقليته في الزيت. لي ساندويتش الطويل باش نعملهم بهذوما، وكيف كيف شويه مايونيز او شويه كريم فريش، وشويه خاصة تنجم تحطوا زيتون كورنيشون اي نوع نتاع خضره اخرى تحبوا تحطها. نكمل انا نقرني السليم تاعي، ان شاء الله نخلط نزين لكم بلاتو هكا مزيان. نمشيو الايمان السيد وضيوفها وبقيت فقرات البرنامج.
يعطيك الصحة شيف أسمى، وأكيد باش دخلت وتزين لنا وتزيد تشهينا. احنا هكا وصلنا لفقرة الثقافة، واليوم اخترت باش نحكي على التعاون صار بين مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ومركز الوطني لفن العرائس من أجل إنتاج منتوج ثقافي رقمي عرائسي. شنو هي حكاية هالشراكة هذه؟ شنو هي أهدافها؟ شنو باش ينجر عليها؟ وخاصة شنو تنجم تضيف للمشهد الثقافي؟ هذه الإجابات هذه الكل ما نجمو كان نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل بحضور ضيفتي سلوى عبد الخالق، مديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، وكذلك يحضر معها يوسف بن عمار وهو طالب ومشارك في هالورشة هذه اللي مهتمة بإنتاج أفلام بالعرائس. مرحبا مدام سلوى. صباح الخير، صباح الخير الناس الكل، وشكرا على هذه الاستضافة. مرحبا. مرحبا يوسف. مرحبا بك عسلام. يوسف قبل ما نبدأ الحوار أنا بهت، قلت يوسف مسنسين بيه ناشط كورة غرام، مش مجيب وك الحاجة هكا تو نكتشفوا أكثر. نبدأ بيك مدام سلوى، خلينا نحطوا كل شيء في إطاره. المشروع هذا جاء بمناسبة مهرجان الملتقى الوطني لفنون العرائس، لفن العرائس. جاءت هالشراكة هذه بين زوز المراكز المنضوية تحت وزارة الشؤون الثقافية من أجل كما قلت إنتاج أفلام قصيرة بالعرائس. كيف جاتكم الفكرة هذه؟ فكرة طريفة وفكرة متميزة على الأخر، كيف جاتكم الفكرة هذه وقديش عندكم ليها تخدموا عليها؟ شكرا. هي الفكرة جاءت في إطار توجهات. التوجه الأول هو توجه وزارة الشؤون الثقافية بأنه التقارب والتعاون والتشبيك العلاقات بين كافة المؤسسات لإنتاج مضامين جديدة، لأن يعني كل مؤسسة عندها إنتاج مضمون من ثقافي، لكن في تشبيك العلاقات باش نلقاو مضامين جديدة مبتكرة. هذا التوجه الأول. التوجه الثاني هو توجه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تيك دي سيو، اللي هو توجه تثمين كل ما هو مضمون ثقافي أو تراث عن طريق التكنولوجيات الرقمية. إذن مركز الوطني للفن العرائس هو شريكنا وجارنا زيدا في مدينة الثقافة. بمناسبة المهرجان كان فما تفكير كيف يمكن أن نتعاون، معناتها وأن نكون عنا منتوج مبتكر في إطار المهرجان. فقلنا لما لا نجرب ونخوضها التجربة هذه، وهي تشبيك الفن العرائس مع التكنولوجيات الرقمية لإنتاج مضامين جديدة. وهذا اللي صار. خدينا مجموعة، كان الانطلاق بمناسبة المهرجان فن العرائس. الانطلاق كان أبيل كانديداتور، خدينا مجموعة من الشبان اللي تقسموا إلى فرق وأنتجوا أفلام عرائسية وسمينا أفلام العرائس المنتوج هذية. وهو عنده أهداف بالطبيعة، أهداف الأهداف متاعنا من خلال هذه الأعمال أو الحاجة معناتها، وأن ننجو مضامين مبتكرة، مضامين جديدة، ونقولوا للشباب راهو هاو فما شنو تخدموا، فما مضامين مبتكرة تنجموا تخدموا عليها وإحنا هنا نعاونوكم. وكانت المرافقة لمدة تقريبا 3 أشهر أو أقل شوية، المرافقة في جميع أطوار العمل، من كتابة وسيناريو، من السيناريو الكتابة السيناريو الموديليزاسيون بتاع العرائس والديكور في ورشات المركز الوطني لفن العرائس، ثم في مركز التكنولوجيا الثقافة الرقمية تيك دي سيو كان التصوير والمونتاج والإخراج وكل هذا. بين مدام سلوى خليني قبل ما تزيد تغوصلي في الأفلام نوري للسادة المشاهدين فاش قاعدين نحكيه في الفقرة هذه. نشوفوا الجروب اللي تحكي عليهم انتم، الفرقة ذوما ولا طلبة اللي اخترتوهم لإنتاج المشاريع هذه. نوري للسادة المشاهدين فاش قاعدين نحكي وشنية الورشة هذه إنتاج أفلام العرائس بتقنية حديثة، ثم نواصلوا. بعد تطور الأفلام مش نجم التالي اسمها رسمتها ميزتها اي تنكستي من فوق هاي بيجيبوا شيبوتو فرسي سوان سمعنا موسيقى ايمن تبارك
هكا خذينا فكرة على الميكينج اوف شنو قاعد يصير في كواليس ما بين مركز الوطني فن العرائس ولاتيك سي او. نبدأ بيك يوسف. يوسف كما قلت لك من الأول عرفنا غرامك بالكورة، اليوم جاء اختصاصك اللي هو 3D، خدمت عليه غرامك بالجرافيك وكالجوة ذيك الكل، اليوم حطيته وشاركت بيه في الابيل اللي عملوا اللي عملوه المراكز السوز في مدينة الثقافة. كيفاش لقيت التجربة؟ كما حلمت بها؟ كما تطمحل ولا انا كما قلت انت هو اختصاصي من الاول بكل اللي جاب ديته قبل الكوره قبل كل شيء. انا كي سمعت فما ورشه فنيه لصناعه افلام العرائس تقنيه الكروماكي والستوب موشن، قلت علاش ليه، خاطر حاجه مهمه برشا في الاختصاص نتاعي وفريمون تعلمت منها برشا حاجات، معناها تعلمت منها برشا حاجات. شو يوسف، اكيد انت القرايه الاكاديميه حاجه، في الـ في الـ في الـ في الوضعيه ذي في الورشه هذه اكيد تعاملتوا مع مختصين واساتذه اتروكم، ايش هي الفائده اللي حصلت لك ابار التكوين الاكاديمي نتاعك؟ كما قلت لك انا دخلت على ستوب موشن والكروماكي هذه انا ما قريتهاش، اما تعلمت منها برشا حاجات تو مهمه برشا ديجا في الافلام الكبار الكل يستعملوها التقنيه هذه. دونك وهي تعاونك حتى باش تخدم افلام بابسط الاشياء، وخاصه انت حسب ما شفت الميكينج اوف اللي وصلني انك معناها ما خدمتش كان على الفيلم نتاعك، عاونت حتى اصحابك في المونتاج في اكزاكتومو. انا خليت الحمد لله خليت بصمتي في 3 افلام بون هي علاش، خاطر انا نخدم توسكي كرتون وبالنسبه لي انا مسرح العرائس يتفرجوا فيه الاكثريه اولاد صغار. دونك قلت علاش ما نفعوض ما نحطوا دي زغير بلان كي نحيوا الكروما، خاطر الكروما هي شنو هي فون فيغ، فون فيغ يتنحى من ورا لي بيرسوناج ويتحطوا دي زغير بلان اخرين. دونك انا قلت علاش ما لي زغير بلان ما يكونوش كرتون باش هكاك الاولاد الصغار كي يتفرجوا في الافلام يبداو مرتاحين اكثر اكثر من انها تكون غيال. فالجروبات الثلاثه عجبتهم ليدي هذه وخدمت معاهم. ليدي هذه والمشروع هذه مدام سلوى قديش قبلتوا من فيلم، وقديش هي مسابقه فيها لجنه التحكيم، قديش معناها اخترتوا من فيلم وقديش وقتاش الختام المشروع هذا؟ هي المسابقة فيها 16 مترشح مقسمين الخمسة مجموعات، تم إنتاج خمسة أفلام صغيرة تتراوح مدتها بين 3 دقائق و9 دقائق، وسيتم عرضها إن شاء الله يوم 22 من هذا الشهر، وفما لجنة التحكيم وأحسن 3 أفلام أولى باش تاخذ جوائز، الجائزة الأولى والجائزة الثانية والجائزة الثالثة. وتم التفكير بين المركزين لأنه رينا وأنه فما اهتمام بهذا العمل وبهذا الانتاج، دونك كان فما تفكير وانه بين المركزين وانه ان شاء الله بدايه فما مهرجان كامل ان شاء الله في هذا الاختصاص ودوره كبيره ان شاء الله السنه المقبله في هذا الاختصاص. ونحب ان نذكر انه الاختتام نتاع الدوره هذه هو نهار 21 جوان هكا، نجموا 22 جوان نجموا نشوفوا معنا الافلام هذه اخراج متكامل، سيناريو اخراج متكامل للشباب اللي تعاملتوا معاهم في اختصاصات مختلفة. مدام سالو هما اختصاصات مختلفة اسونسيلمون فيهم ياسر اللي جاوا اختصاص السمعي البصري، لكن هذه فرصة احنا شنو نحب نقولوا للعرائسيين اللي يخدموا في العرائس، فتح افاق فما طرق جديدة باش تخدموا، وكذلك اللي يخدموا في السمعي البصري هاو فما طرق انتاج جديدة تنجموا تخدموا عليها وخفيفة ما تتكلفش برشا، وبالطبيعة احنا ديما على ذمة الشباب في اي انتاج جديد أي مرافقة. يعطيك الصحة مدام سلوى، مشكور المركز ومركز الفن الوطني للفنون العرائس زادة أنكم ديما عندكم جديد، وهالتشابك هذا مهم جدا لفتح أفاق للعرائسين وللمشهد الثقافي ككل. مشكور أنت زادة يوسف على هالطموح هذا والإبداع متاعك، إن شاء الله ديما إبداعك متواصل وديما كل ما عندكم جديد تشرفونا. احنا هكا نكون وصلنا لفقرة الثقافة، ولكن باش نختم بها بهالتقرير هذا من أعداد الزميل نورس التليلي اللي هو يحكي على أهم وأبرز الأخبار المحلية والعربية. نتفرجوا ثم منواصلوا بقية استضافتنا. مرحبا
مرحبا بكم في ستار ويك. نبدأ جولتنا في أخبار الثقافية من تونس والعالم العربي. نبدأ بأبرز حدث هو الدورة 56 لمهرجان كرتاج الدولي من 11 جويلية ل 17 أوت 2021 بهوية بصرية جديدة وبرمجة عروض وطنية ودولية تتماهى مع الخيارات التي انبنى عليها المهرجان منذ تأسيسه وتتماشى مع السياسة الثقافية للدولة بحسب تعبير مدير هذه الدورة عماد العليبي اللي أعلن عن إنتاج مشترك للمهرجان وعروض تونسية من أنماط موسيقية متنوعة. وستسجل الدورة أثناء عودة الفنان الشعبي هادي حبوبة رفقة الفنان نصر الدين الشبلي بالإضافة إلى زوز عروض بعنوان بحر الصوفية لكل من نبيها كراوي وعادل بندقة وعرض فرجوي بعنوان ديوان الرمل بشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية بتطويل من تصور لعليل يحيوي وإخراج لسعد بن عبد الله. وسيتم تغيير شارة الدورة من القطعة النقدية المعدنية التي تحمل صورة الحصان إلى شارة جديدة تحمل كلمة كارتاج بحروف عربية استمدت أشكالها من الحروف الفينيقية وكتبت على شكل حصان. أما الألوان المختارة فهي تعبر عن خصوصية الحضارة القرطاجية في علاقة بمحيطها المتوسط. ننتظر المهرجان بتطلعات كبيرة. دعا ممثلون عن الهياكل الفنية للإسراع في تمرير مشروع قانون الفنان والمهن الفنية والمصادقة عليه وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الفنانين وتأجيل الدفعات بسبب تضرر القطاع الثقافي من جائحة كورونا. وانعقدت جلسة في رحاب مجلس نواب الشعب بباردو خصصت أشغالها للنقاش مع ممثلين عن نقابة الفنانين والمثقفين والتقنيين في المجال الثقافي بحضور محمد جبيلي، نبيها كراولي، أسامة فرحات وألفة بن رمضان. وتفاعل أغلب النواب مع مطالب الفنانين ومقترحاتهم ووعدوا بالنظر في مشروع قانون الفنان وعزي على الجلسة العامة، كما أكدوا على ضرورة دعم الدولة لصناعة الثقافة وحفظ كرامة الفنان. وثمن النواب الدور الموكول للفنان بالنهوض بالمجتمع، لكنهم انتقدوا في المقابل تدني الذوق الفني وانتشار الرديئة الفنية في بعض المحطات الإعلامية، في حين عبر محمد جبيلي عضو نقابة الفنانين عن أمل أهل القطاع الثقافي والفني في أن يجد تفاعلا إيجابيا من قبل نواب الشعب مع مطالبهم. ونتحدث نبيها كراولي وهي كاتبة عامة مساعدة في النقابة على صعوبة الوضع اللي يعيشه الفنان، داعية إلى عمل إنقاذ القطاع وجعل الفن صناعة يدر العملة الصعبة إلى جانب تطرقها إلى هشاشة القطاع الثقافي، وأرجعت ذلك إلى اهتراء المنظومة الثقافية والفنية بأكملها وعبرت عن أمل عودة الأنشطة الثقافية. في تعليق على موقع انستغرام كتبت الفنانة درة زروق منذ أيام: انتهينا الحمد لله من تصوير كل ما يتعلق بفيلم الكاهن، وشرفني وأسعدني العمل مع هؤلاء الأساتذة الكبار في الفيلم الذي تشاهدونه قريبا في قاعات العرض، بطولة حسين فهمي، محمود حميدة، جميل سليمان، إياد النصار، وفتحي عبد الوهاب. الفيلم باش يكون حاضر قريبا في قاعات السينما، ومن المرجح عرضه في عيد الإضحى. العمل من إخراج عثمان أبو لبن وتأليف محمد نير، وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار الأكشن. ويظهر في الفيلم النجم إياد النصار بشخصية غير متزنة ومضطربة نفسية، ويقع في العديد من المشاكل بسبب درة، حيث يقع في حبها ويتزوجها وتتصاعد الأحداث في إطار الإثارة والتشويق. درة باش تلعب دور فيروز اللي تصور في أغلب مشاهدها في مدينة الفيوم. في انتظار الفيلم نتمناو لدرة مزيد من التألق. نمشيو لبنان ونلقاو جديد الفنان زيد برجي ليلقى في نجاح كبير، ياما في الحب مظاليم وبيختلف الحديث. هو التيتر مسلسل 2020 بطولة قصي خولي ونادين نسيب اللي وصلت نسب المشاهدة محترمة فيه إلى 9 ملايين مشاهدة، ولا يزال المسلسل والشارع يحصد في نجاحات اللي كتب كلماتها علي المولى ولحنها الملحن محمد عيد. وخاصة أن المسلسل تربع على عرش المسلسلات الرمضانية الأكثر مشاهدة، وكانت القناة الوطنية الأولى سباقة في اقتناء هذا العمل وعرضته لمشاهدينها ومتتابعي القناة الوطنية الأولى. المسلسل نال أصداء كبيرة وردود إيجابية لجمعها العناصر الكلامية واللحنية والصوتية والمرئية. شباب أنا محصورة بأوضة رسمية، بعتوا حدا هلأ يدق على البيت. من مصر نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عبر خاصية ستوري عبر حسابها على إنستغرام ورقة كتبت عليها: المريضة لا تعلم شيء عن زوجها، في لفتة لتنبيه العاملين وتحذيرهم من خطورة إبلاغ الفنانة دليل عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية بعد وفاة أسطورة الكوميديا وصراعه مع مرض كوفيد.
بدورها تشكو دليل عبد العزيز من مخلفات المرض، فحسب تعليق زوج ابنتها دنيا سمير غانم أن تحليلها سلبي، إلا أن نسب الأكسجين منخفضة في الدم، وطلب من الجمهور الدعاء لها لتتجاوز المرض، وطلب من الصحافة عدم تأويل وكتابة مقالات كاذبة وواهية، حرصا منهم على مشاعر العائلة التي تمر بأزمة نفسية صعبة. إن شاء الله تكون عجبتكم حوصلتنا للأحداث الثقافية في العالم العربي وتونس. استنونا الجمعة الجاية. مواصلين استضافتنا وفقرات برنامجنا، كما قلت لكم اليوم الفنانه دورا بشير باش تكون حاضره معنا بالطبيعه من خلال تقديمها للكليب الجديد نتاعها، لكن قبل هذايا باش نمشي مباشره مع زميلتي ايمان وسلاتي. نقول لك صباح الورد والفل ايمان. صباح النور موني، تحية ليك وتحية لكافة مشاهديك. نحن اليوم موجودين ببلدية حمام الشط، وين فما مركز تلقيح بولاية بن عروس. يحضر معنا سي المنصف الهواني مدير الجهوي للصحة باش يعطينا أكثر تفاصيل. شكرا ليك، مرحبا بكم، وشكرا للتلفزة الوطنية على تغطيتها لحملة الوطنية للتلقيح. مركز الجهوي الثالث بحمام الشط هو مركز تم افتتاحه يوم 27 أفريل 2021. لحد اليوم قمنا بتلقيح حوالي 20,000 مواطن من معتمديات حمام الشط، حمام الأنف، الزهرة، وبومهل البساتين، والحمد لله نسب مرتفع، من ضمن 100,000 مواطن تم تلقيحهم بولاية بن عروس في 3 مراكز، وكذلك في الحملات المتنقلة لتلقيح الأعوان وإطارات السجون، كذلك لتلقيح أبائنا وأمهاتنا في مراكز المسنين أو كبار السن، وكذلك قمنا بحملة لتلقيح الأكثر من 60 سنة اللي مسجل بمنظومة فاكس ولم يتلقى إرسالية، كذلك لقحنا حوالي 3500 من الفئة هذه اللي هي منها في آخر الأسبوع الفارط. في حال جاء المواطن ورفض أنه يأخذ نوع من التلقيح مثلا أسترازينيكا أو فايزر، أو كيفاش تتعاملوا معه؟ على كل، احنا فما منها نعلم المواطن بالتلقيح الموجود، هو يختار التلقيح، يبقى كل اللي منها اتصلوا بالمركز او جاءوا في الموعد نتاعهم لقحوا، انما فما شويه عزوف على الاسترازينيكا ممكن بما قادروا ما بين 25 إلى 30% في فتره من الفترات، الفتره الاولى، لكن بعد ذلك تم التدارك وكل المواطنين اقبلوا على الاسترازينيكا، وبالتالي الكميه المخصصه ل تلقيح كبار لأكثر من 60 سنة تم استهلاكها، وبقات إلا متاع دوزيام دوز أو الجرعة الثانية. في اليوم حد الآن وصلنا قد جرعة؟ تقريبا وصلنا تاول 450 تقريبا مواطن. احنا نفتحوا من الساعة 8 صباحا، نبدأ نستقبل من 8:30، لحد الآن فما 450 مواطن تم تلقيحهم، وفما 29 هم أنكور. كذلك كما تعرف فما 3 مراحل، مرحلة الاستقبال والتسجيل، مرحلة من الانتروغاتوار من طرف الطبيب، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التلقيح، قاعة التلقيح، وكما تشوف ورانا من المواطنين، والمرحلة الأخيرة هي منها 15 دقيقة بعد التلقيح، ويغادر بطبيعة بعد تثبت أنه جاء SMS اللي هو تلقى الجرعة الأولى. المعدل اليومي للتلقيح؟ المعدل اليومي عندي 3 مراكز تقريبا حوالي 3000 منها تلقيح. المركز هذا يخدم ما بين 900 إلى 1100 شخص يوميا، بالنسبة لرادس كذلك ما بين 900 إلى 1200، وبالنسبة للمحمدية يخدم ما بين 700 إلى 900. نجم نقولوا الوضع تحت السيطرة في ولاية، والحمد لله. بالنسبة للتلقيح احنا عاملين 100,000 من مليون وشوية معناها في الجمهورية الكل، تقريبا 10% ولاية بن عروس من الملقحين في تونس الكل، وهذا جهد معناها جهد كبير من طرف معناها الفرق الصحية الكل اللي منتشرة على مستوى الولاية، سواء كانت الفرق في المراكز القارة أو الفرق المتنقلة. وكذلك ندعو المواطنين إلى عملية تكثيف التسجيل، كذلك الالتحاق بمراكز التلقيح وقت الجي اس ام اس، لانه عنصر اساسي في مكافحه الجائحه مثل لي مزير بارير اللي هما البافات واللي هو التباعد واللي هو النظافه العامه. التلقيح اللي هو محور اساسي وجزء مهم لمكافحه الجائحه هذه والمرور بسلام في الموجات هذه المتواتره في بلادنا. مشكور سي منصف الهواني مدير الجهوي للصحه بولايه بن عروس. ننصحوا الناس يمشيوا يلقحوا للحمايه ضد هالفيروس. عوده ليك منى.
شكرا لك إيمان، يعطيك الصحة وتحية بتبيع عليك ولكل الفريق العامل معك. وبالحق اليوم مهم برشا، قد ما نذكره شوية ضرورة التباعد الجسدي، لبس الكمامة، غسل الأيدي، وخاصة التلقيح. فيما يخص التلقيح يجب التسجيل في التلقيح، واللي جاء الوقت نتاع التلقيح نتاعو يلتحق بمراكز التلقيح، واللي لقح يرد باله على روحه ويواصل لبس الكمامة نتاعو في انتظار الجرعة الثانية، لأنه الكمامة تنقص بالطبيعة من العدوى كما كنا شفنا واكتشفنا مع الأطباء اللي كانوا حاضرين معنا بالطبيعة طول الأسبوع وطيلة الأسبوع. اليوم سعيدة جدا باستقبال درة بشير، الفنانة درة بشير اللي تحضر معنا. نقول لك صباح الورد درة. صباح الفل والياسمين. صباح النور، وأنا فرحانة برشا خاصة أنه عيد ميلادك. شكرا، كل عام وأنت حية بخير. عايشك ربي يفضلك. هكا وخرنا وخرنا جيت نهار عيد ميلادك هكا، ما نعرفش أنا، نقول لك إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير. عايشك من حبتي فيكم خاطرك عليه. عايشك درة، أنت حاضرة معنا اليوم الحقيقة باش نقدموا الكليب الجديد نتاعك. أول حاجة تعطينا فكرة على الكليب وعلى الأغنية بالطبيعة، شكون الكلمات والتلحين وكل. أغنية المسرار أغنية جديدة متاعي، إنتاجي الخاص، كلام بشير فرح، لحن محمد صالح حركاتي، توزيع ندري الشريف، واللي تلاها بيا خميس كواف. لا سامحني هنا، لا 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 هنا نولي إشهار درة. ما نذكروش بالطبيعة، بالتوفيق ليك. لا احنا حبينا تحية، مش مشكل، تحية بالطبيعة للفنانين اللي يشاركوا معاك، لكن الباقي الكل تحية اليوم ما نجموش نقولهم لانه اشهار ميسالش. نمشي ونشاهدوا مع بعضنا والمخرج عبد العزيز بوغلب. مرحبا بيه. اذا نمشي ونشاهدوا مع بعضنا الكليب، وبعدها بتبيع المصل الحديثة معك. I'm
كان الكليب جديد مسرار معانا مع درة بشير الفنانة التونسية، والحقيقة شكرا رجعتنا النغمة التونسية، غنية تونسية من الصميمة حلوة برشا. يعيشك. أنا ديما نحرص معناها في إنتاجي ونحاول أني يعني نعمل الغنية التونسية، يعني ما نخموش كان في الكوميرسيال، وكان عملت بير ماتر، عملت قلبي مشتاق وأمانك ومسرار والحمد لله. حلو برشا الكليب، يعطيك الصحة. مشيت الزغوان هزيتنا هكا منطقة جميلة برشا، والروح التونسية هكا خاصة النغمة بالحق. اليوم في حاجة الانتاجات التونسية، نعرف اللي هو مكلف للغاية الكليب اليوم في تونس، تكلف عليك برشا، لكن مغامرة إن شاء الله يا ربي جاي خير ليك در، على خاطر بالحق الانتاجات شحيحة جدا. وسختو في البيريود هذه احنا كنا نشكيو قبل الكورونا مع ما فماش شركات انتاج وغيره، وزيد جات الكورونا. اما برغم هذا يعني الغرام والفن هو اللي يخليك يعني ما تقفش ديما. اكيد در الكليب هذه والأغنية هذه مسرار ما زيد كي خرجتها بالطبيعة في لأول مرة معنا، يعطيك الصحة. شكرا لك، وإن شاء الله احنا نعودوك في برنامج صباحكم تونسي باش نسمع ديو على التوانسة، خاطر الحق نحبوا الجو التونسي، ونحبوا خاصة مشاهدينا في الخارج. أكيد تحية كبيرة ليهم المسرار اللي إن شاء الله باش تكون سكسي إن شاء الله في سفينة. ربي يفضلكم، عايش إن شاء الله. إن شاء الله يا درة، بالتوفيق ليك. احنا هذايا ما نتمناوه لك، ما نتمناوه للإنتاجات الجديدة بالطبيعة نتاعك ونتاع كل الفنانين التوانسة. خلي لك كلمة الختام بالطبيعة درة بالنسبة لجمهورك إن شاء الله يستناك الصيفة هذية، إن شاء الله تحسن الظرف الوبائي يا ربي، ونرجع المهرجانات بالطبيعة بالنسق اللي نحبوه والحفلات. نشكرك على الاستضافة. مرحبا. ميرسي. وإن شاء الله التونسية دار داركم. ربي يفضلكم كل الفنانين. ربي يفضلكم، وإحنا يلزم نحترم التلفزة ويلزم نحترم الجمهور اللي يعني نقدموا له في الغنيات، وإن شاء الله يا ربي نتقابلوا في مهرجانات وبرشا حفلات في تونس وخارج تونس. شكرا ليك درة، يعطيك الصحة بالتوفيق ليك وللمسرار. ميرسي. شكرا على روحك الخفيفة وعلى الطاقة الإيجابية اللي دخلتنا اليوم نختموا بها بطبيعة برنامجنا، وكسبنا شوية وقت، احنا مستنسين نص النهار كامل على خاطر المسرار ولا خاطرك اليوم درة بطبيعة، باش زدنا شوية وقت بطبيعة نمشيو بحذا الشيف أسما نشوفوا دبارتنا وين وصلت، وبطبيعة نجموا ناخذوا زوز مكالمات هاتفية كان بالإمكان، كان زيد الوقت بطبيعة يسمح. يعيشك موني، كملنا. هو صدقا نخسر منيش باش نخلط، راهو على خاطر تبارك الله الكمية كبيرة، قد ما نقصت شيء الله غالب عيني كبيرة نقول نبدا نقص حتى شيء. هذوما معناها صدقا باش نعطيكم قداش الكمية. العجينة بين البيتزا ولي ساندويتش عجنت 600 غرام، معناها بين ومازال راهو ورايا، مازال ورايا اللي ما كملتش عملته، اما بين البيتزا واللي ساندويتش 600 غرام. نعاود روسيت البيتزا اللي هي نفسها عملت بها لي ميني ساندويتش، هي كيلو فرينه حكا كريم فريش 20 غرام خميره فوريه في الشتاء، وفي الصيف 15 غرام معاهم 5 غرامات خميره جاتو عاديه، 20 غرام ملح اللي هو مغرفه نتاع ماكله، ومغرفه سكر، ونعجنوا بالماء الدافي ملذذ هكا شويه، وفي الصيف توا حتى ماء عادي بحراره الغرفه تكفي نعجنوها نخليوها ترتاح نص ساعه، من بعد نشكلوها وما نعاودوش نرتحوها. نجم نخليها نص تياب ونخبيها في الكونجيلاتور، ولا نعمل لها صوص ونحطها تيب شويه ونخرجوها تبرد ونعاود نحطها في الكونجيلاتور. اي نجم من بعد نخليها يدفى شويه بحراره الغرفه، من بعد نسخنوه في فور طافي به نتعداو به. هيا خلينا نوريه لكم كعبه البيتزا. هيا هذايا اللي بصوص طماط وطن وجبن، هوني جبن راني ما خليتلوش الوقت باش يذوب، اون برانسيب انا ما نحبوش هكايا، مي ما عادش عندي برشا وقت. والاخرى زاد شبابه برشا اللي بالصوص بلونش، شوفوها كيفاش هذيك صوص بلونش بولي، ومعها شويه بصل كاراميليزي، ومعها الفلفل تشهي برشا راهي، وبنينه بنينه بنينه اللي بالصوص بلونش تجربوها، اللي هي حتى شي كريم فريش ايباس عاقده وكريم فريش ليكيد. باهي نتعداو الميني امبرغور او ساندويتش ولا كيما تحبوا تسميوهم. نعاود زاد لا روسيت كيما هي نفسها نتاع البيتزا ناجحه، اي مجربينها الكل هنايا، مجربينها الكل هنا، اللي هي ما جوست نتاع لي ساندويتش تخليهم يرتاحوا ربع ساعه وهما في وسط البلاتو، تعملوها اخشن شويه كيف تطبعوا من كبر البيتزا، ومن بعد تعملوا لها دورير اللي هو اصفر عظمه وشويه حليب وشويه قارص باش ما تجيكمش مزفره. باهي هوني تو باش نوريكم لي ميني ساندويتش، شوفوا ما احلاهم. هذوما لي ميني ساندويتش اللي بالطول، عملت لهم بولي باني، عملت شويه دجاج قصيته هكا بالطول، عملت له ملح فلفل اكحل كليل وزعتر، شويه ثوم شايح،
نعناع شاحي اذا كانت تحبوا، اما كان كليل وزعتر مش لازم. 10 قارصه من غير فخل، من بعد تحطوا في الفرينه ترجعوا في العظم، من بعد في الخبز الشائل البيت والمهرس اللي هو الشابلوغ. هذو ما كعيبات البطبوط، هذه المستطيله والمدوره. المستطيله عملتها بالدجاج اللي هو دجاج صمطته شويه، من بعد قصيته شويه، ذبلت البصل مليح ومع قرن فلفل، نجمو عملوا سنتين ثوم، ملح فلفل اكحل، زيت او زبده، من بعد حطيت لازم نسي نتاع البولي، ومن بعد حطيت مغرفه كبيره موتارد ما نفوحش انا برشا، وشويه جوز الطيب، ومغرفه كريم فريش في الاخر اللي تخلي الدجاج يجيكم طريب بصفة غريبة حتى كيف يبات به. معلومة هنا نقولوا بفضل لنا الساليه هذايا، هو فخسي وهو مخلط وهو فيه الحشو وفيه كل شيء ومزين كيما هكا، فما حتى مشكلة. ناخذوا حاجة كل الحاجات اللي يدخلوا للكونجيلاتور نعرفوهم الناس الكل، ناخذوا ما بيناتهم كيس غذائي وإلا بابي كويسون، نصفوا فيهم ونكنجلوهم كيما تروا فيهم هكا، أما مش نخرجوا نسخنوهم في الميكروووند، لا نخرجوهم نخليهم ينحيوا الثلج نتاعهم طبيعيا، لا تحتهم ماء لا فوقهم ماء، ولا نفورهم في الكسكاس، نخليهم ياخذوا حراره الغرفه، من بعد نسخنوا الفور للماكسيموم، نطفيوه وندخلوا فيه صحن السالي فقط، راه ما يسخنش السالي في نار كانكم رجعتوا طيبوا فيه، وكذلك ما نحطوهش في الميكرو. يعطيك الصحة شيف أسمى، شكرا ليك، يعطيك الصحة على الدبارة بالنسبة لليوم، وشكرا زيدا المشاهدين على تفاعلهم معنا. إن شاء الله نكون وفقنا في المادة اللي قدمها لكم اليوم، وعدنا يجدد معكم إن شاء الله غدوة على نفس القناة بالطبيعة 10 متاع الصباح في برنامجكم صباحكم تونسي. أنا ما بقالي كبش أقول لكم إلى اللقاء.